اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا في باب الاشارة والنص على ابي الحسن الرضا عليه السلام من كتاب الكافي الشريف وأحاديث هذا الباب بعضها متشابهة لفظا ومعنا وإنما كررها الكليني رضوان الله تعالى عليه ليتعدد الأسناد يعني حديث واحد فيه سندان أو فيه ثلاثة أسناد هذا يقوي مضمون الحديث فلذلك نقتصر على الأحاديث غير المكررة من جهة المعنى الحديث الثالث عشر عن داود ابن زربي قال جئت إلى أبي إبراهيم عليه السلام بمال فأخذ بعضه وترك بعضه، فقلت أصلحك الله لأي شيء تركته عندي؟ قال إن صاحب هذا الأمر يطلبه منك، فلما جاءنا نعيه بعث إلي أبو الحسن عليه السلام ابنه فسألني ذلك المال فدفعته إليه. هذا الحديث أيضا فيه إشارة ونص على إمامة الإمام الرضا وحاصل هذا الحديث أن داود ابن زربي هذا جاء بمال يتعلق بالإمام الكاظم عليه السلام ليسلمه ذلك المال هسه ذاك المال كان خمس أو حقوق واجبة أو أموال الإمام الشخصية أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه جاء بهذا المال إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فالإمام قبض بعض هذا المال وأودع داوود البعض الآخر، يعني مثلا الإمام استلم نصف المبلغ وقال له انه البقيه يكون عندك، فهذا اثار استغرابه، لماذا بعض المال يكون عنده؟ الإمام الكاظم قال له: إن صاحب هذا الأمر يطلبه منك، يعني الإمام اللاحق. سيطلب هذا المال منك مضت الأيام واستشهد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في السجن فيقول داود إن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بعث إلي فسألني ذلك المال فدفعته إليه إذا الإمام قال له الإمام الكاظم صاحب هذا الأمر سيطلبه منك من طلب منه الإمام الرضا فهو إشارة بل نص على إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هسه الإمام الكاظم قبض بعضه وترك بعضه أمانة عند داود لعل سبب ذلك أنه بعد استشهاد الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام في السجن هارون العباسي ضيق على عائله الامام الكاظم تضييقا شديدا انت حبست الامام الكاظم وقتلته بالسم شنو الحقد على عائله الامام الكاظم لكن الظالمين هكذا من جمله تضييقه على الامام الرضا وعلى عائله الامام الكاظم ان ارسل احد قواده وكان يدعى بالجلودي انه ياتي بعسكره الى بيت الامام الكاظم فيغير عليه ويستولي على جميع ما في بيت الامام الكاظم من اموال واثاث وملابس وما الى ذلك فجاء الجلودي مع جلاوزته الى بيت الامام الكاظم الامام الرضا عليه الصلاه والسلام جعل النساء كلهن في غرفه من الغرف فهو الإمام الرضا وقف أمام هذه الغرفة، فجاء الجلودي وجلاوزته ونهبوا جميع ما في الدار، وصلوا إلى الغرفة الأخيرة، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال أنا سأعطيك جميع ما في هذه الغرفة، وصار شوية نقاش بين الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وبين الجلودي فبالنتيجة الجلود وافق على أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يسلمه يسلمه جميع ما في هذه الغرفة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دخل في الغرفة وأمر النساء يعني أمر أخواته وزوجات والده الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أن يلقين الحلي الذي كان معهن التراتشي والمعاضد والقلادات وما إلى ذلك وأن أيضا يلقين ما عليهن إلا ثوب واحد فقط كل شيء فكل مرأة بقيت بثوب واحد في داخل الغرفة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام سلم الجلودي كل ذلك بحيث انه بعد ذلك اخوات الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كان إذا يحين موعد الصلاة، ما كان عندهم عبي حتى يتسترن للصلاة، كانت عباية واحدة، فهذه العباية يتداولنها، يعني إحداهن تصلي وتعطي العباءة للثانية، الثانية تصلي بالعباءة تعطي العباءة للثالثة وهكذا. وهذه فترة صعبة كانت عصيبة على آل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وأيضا حارب محاربات مختلفة لقطع الإمدادات المالية لآل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فلعله الإمام الكاظم قال لداود أنه ابقى عندك بعض المال يقبضه صاحب هذا الامر من بعده عليه السلام يعني الامام الكاظم ايضا كان يفكر لهذه المرحله فالنتيجه ذولا الان نهب نهبت دارهم وصودرت اموالهم ولم يبق لهم شيء زين يحتاجون الى مال يعيشون به في اكلهم في شربهم فيما يحتاجون اليه من ضروريات الحياه، فلعل هذا كان نظرا الى هذه المرحله، طبعا نكمل قصه الجلودي لان فيها عبره ايضا، فمضت الايام ومات هارون وصار قتال بين ولديه الامين والمأمون وقتل المأمون الامين واستولى على الامر، وضمن مخطط أراد أن يكون الإمام الرضا الحاكم الظاهري، فالإمام رفض ذلك، فأجبر الإمام على قبول ولاية العهد، فالإمام الرضا قبلها بشروط أنه لا يتدخل في أي أمر من الأمور، يعني ما يتحمل مسؤولية ما تجري في الدولة، لأنه المأمون كان داهيه فاراد ان يكون الامام الرضا هو صوره حاكم اما واقع الحكم الجيش والمال والسلطه تكون بيد المامون يعني يتخذ غطاء الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يعلم ذلك لذا رفض ان يكون الخليفه زين المرحلة الثانية قال له تعال صير ولي العهد، الإمام رفض فأجبر الإمام قال إن لم تقبل أقتلك أضرب عنقك عنقك، فالإمام قبل ذلك لكن اشترط أن لا يتدخل في الأمور، لأنه السلطة مو بيد السلطة بيد المأمون لا يتمكن من فعل شيء في الظاهر وما أراد أن يتحمل مسؤولية أفعال المأمون ولي العهد من غير السلطة في أي شيء المأمون أمر قوات جيشه وأركان الدولة أن يبايعوا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. في مارو، المأمون اعتقل الجلودي واثنان واثنين آخرين من القواد الذين رفضوا أن يبايعوا الإمام الرضا. الإمام الرضا قاعد جالس عند المأمون، فالمأمون أمر بإحضار هؤلاء الثلاثة وفيهم الجلودي فلما دخلوا هسة الآن الجلودي مكبل بالحديد والأصفاد والإمام الرضا في الظاهر ولي العهد الإمام الرضا التفت إلى المأمون وقال بحقي عليك إلا ما أطلقت سراحهم فإني قد عفوت عنهم لأن اعتقالهم في الظاهر شنو كان؟ كان بسبب أنهم رفضوا أن يبايعوا الإمام الرضا لكن في الواقع الأمي المأمون شاف ذولا متمردين عليه فلذلك كان يريد أن يقضي عليهم لتمردهم لا لأجل أنهم لم يبايعوا الإمام الرضا الإمام الرضا أراد من المأمون أن يطلق سراحهم فقد عفا عنهم مو الامام قال هذا الكلام للمأمون الجلودي تصور ان الامام يشبه ويطلب من المأمون مثلا ان يقتله فالجلودي خاطب المأمون قال بحق خدمتي لأبيك ولك إلا ما قبلت كلامه لا تقبل كلامه أرفض كلامه المأمون قال ما يخالف أنا أرفض كلامه هو طلب مني أن أعفو عنك وعنهما أسأل الاثنين الآخرين لكن أنت قلت أن أرفض كلامه زين أنا هم أرفض كلامه فأمر به فقتل هذا الحديث الثالث عشر حديث آخر أيضا حديث طويل فيه نص على ثلاثة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد مع تضمنه على بعض فضائلهم الحديث عن يزيد بن سليط قال لقيت أبا إبراهيم ونحن نريد العمرة في بعض الطريق يعني هو يروح للعمرة في طريق العمرة التقى بالامام الكاظم عليه السلام، فقلت جعلت فداك، هل تثبت هذا الموضع الذي نحن فيه في مكان كنا؟ قلت للامام الكاظم تتذكر هذا المكان قبل سنوات ايام حياة والدك الامام الصادق، التقينا هنا انا ووالدي بك وبابيك الامام الصادق قال نعم فهل تثبته انت يعني هل تتذكره قلت نعم اني انا وابي لقيناك هنا وانت مع ابي عبد الله عليه السلام ومعه اخوتك يعني يزيد ابن سليط ووالده سليط التقيا بالامام الصادق والامام الكاظم واخوه الامام الكاظم في هذا المكان قبل سنوات فقال له ابي بابي انت وامي كلكم ائمه مطهرون يخاطب الامام الصادق والموت لا يعرى منه احد فاحدث الي شيئا احدث به من يخلفني من بعدي فلا يضل يعني كلامه راعى فيه الادب. ما قال للامام الصادق اذا انت متت منو بعدك؟ يقول كلامه انه جميع الناس يموتون، الموت لا يعرى منه احد. فاحدث الي شيئا يعني القي الي كلمه كما ورد في القران الكريم هذه الكلمه حتى احدث لك منه ذكرى. فاحدث الي شيئا من رعاية الأدب ما يقول أنه هذا إلي وإنما أنه أنت عمرك طويل أنا أموت وأنت حي لكن أنا أريد أحدث أبنائي بالإمام من بعدك حتى لا يضلون فأحدث إلي شيئا أحدث به من يخلفني من بعدي فلا يضل يعني أنا لا أتوقع بقائي بعدك لا أراني الله ذلك اليوم لكن سألت ذلك لأولادي حتى لا يضلون فهذا سليط يقول للإمام الصادق قال نعم يا أبا عبد الله كنية سليط أبا أبو عبد الله قال نعم يا أبا عبد الله هؤلاء ولدي لأنه الإمام الصادق كان مع أولاده هؤلاء ولدي وهذا سيدهم واشار اليك يعني للامام الكاظم زين شنو ميزته بحيث انه هذا صار سيد اولاد الامام الكاظم وقد علم الحكمه والفهم والسخاء والمعرفه بما يحتاج اليه الناس وما اختلفوا فيه من امر دينهم ودنياهم وفيه حسن الخلق وحسن الجواب وهو باب من ابواب الله عز وجل هذه مجموعه من الصفات التي الامام الصادق يقول انها موجوده في الامام الكاظم طبعا ترتيب هذه الصفات ترتيب بدقه وبحكمه يقول هذا وقد علم الحكم من علمه الله سبحانه وتعالى علمه الله بالنسبه الى بعض اوليائه يقول اتيناه حكما وعلما الله سبحانه وتعالى اعطاه الحكم والفهم يمكن واحد حافظ اشياء كثيره لكن لا يدرك معانيها لا يدرك عمقها الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكم الأحكام، وأعطاه الفهم. الفهم شنو هو؟ الفهم العلم بما يحتاج إلى استنباط. يعني أحيانا أشياء يدركها كل أحد. أنت تخرج ترى الشمس طالعة. لا تقول فهمت أن الشمس طالعة. لأن هذا علم ما يحتاج إلى تعمق، إلى فكر. بمجرد أن تفتح عينيك ترى الشمس لكن أحيانا علم بعض الأشياء يحتاج إلى تعمق يحتاج إلى استنباط هذا يقال له فهم ففهمناها سليمان تقول له كلام صعب تقول له افتهمت أدركت هذا الكلام أم لا أما إذا أنت ويا ابنك دا تمشي وتشوفون الشمس، ما تقول لابنك انه افتهمت الشمس طالعه هذا ما يحتاج الى استنباط ولا الى تامل ولا تفكر. لذلك كلمه الفهم لا تستعمل في الله سبحانه وتعالى. لان علم الله عين ذاته ولا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الارض. الفهم هذا يرتبط بالمخلوق امور معقده يتعمق فيها فيعلم ويدرك حقيقتها. فالله سبحانه وتعالى اعطاه يعني اعطى الامام الكاظم، هذا كلام الامام الصادق حول الامام الكاظم، اعطاه الحكم يعني الاحكام الشرعيه والفهم زين يمكن واحد يعرف الاحكام وفاهمها لكن يبخل بها بالنسبة للآخرين تسأل ما يجاوب لكن الأئمة ليسوا كذلك لذا عقب الحكم والفهم بكلمة السخاء هو سخي والسخاء يستعمل في المال وفي غير المال أيضا يجود بعلمه زين هسه واحد يعرف المسائل وفاهمها وهو لا يبخل بها وما هو على الغيب بضنين يعني ببخيل لكن يحتاج شيء اخر ايضا انه يضع العلم في موضعه هسه الان واحد جايك انت تذكر له مسأله لا يرتبط به لا بحياته حاليا ولا بحياته مستقبليا هذا مو من البلاغه ولا من الحكمه البلاغه والحكمه انه الشيء اللي يحتاجوه الناس تبينه لهم سواء يحتاجوه الان سواء يحتاجونه الان او يحتاجونه في المستقبل او يمكن هذا هو ما يحتاج لكن راح ينقل لاخرين اللي هم يحتاجوه أيضا مو مشكلة لذلك بعد أن ذكر الإمام الصادق أن من صفات الإمام الكاظم الحكم والفهم والسخاء أضاف صفة رابعة والمعرفة بما يحتاج إليه الناس هاي مسألة ما يحتاجها هذا ليش يبينها له يبين لما يحتاج إليها هسه تارة تروح انت يم واحد من العلماء وانت ما تحتاج اي شيء من علمه زين تسأل انه انت افض علينا لا بأس لكن تارة الانسان يحتاج مجموعة من الامور هذا خموم من الحكمة ان يتركون هذه الامور التي يحتاجها ويذكرون او يعلمونه مسائل وامور لا يحتاجها لذلك عقب الحكم والفهم والسخاء بقوله والمعرفه بما يحتاج اليه الناس وما اختلفوا فيه من امر دينهم ودنياهم احيانا يصير خلاف بين الناس في امور ترتبط بدنياهم ترتبط باخرتهم زين الانسان عند الراي قد يكون رايه مصيبا وقد يكون رايه مخطئا لكن اولياء الله الانبياء والائمه شنو عندهم عندهم فصل الخطاب عد عندهم فصل الخطاب والمعرفة بما اختلفوا فيه من أمر دينهم ودنياهم زين. واحد يعرف المسائل وفاهمها يقدر يطبق الكليات على الجزئيات ويستنبط وهو ايضا لا يبخل على الناس بعلمه ويحتاج ما يعرفونه الناس وما يختلفون فيه لكن احيانا الشخص تشوفه بسوء خلق هذا ينفر الناس لكن الامام يقول بالنسبه الى الامام الكاظم وفيه حسن الخلق عاده هكذا إنسان اللي عنده علم وهو محل رجوع الناس عن الناس عن هم أشكال مختلفين وكثير من الناس يزعجون الإنسان صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها مختلفين في مسألة جايك ويريد تحكم بصالحة وإذا ما حكمت بصالحة ينزعج ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا رضوا وان رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. وفي ايه اخرى يقول: وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. اذا الحق مو وياه ما مستعد يجي عند الرسول. بس اذا الحق وياه بسرعه يجي، يقول يلا تعال نروح يم الرسول حتى يحل المشكله. ويجون ويضغطون يضغطون على الانسان ويتكلمون بكلام غير مناسب هذا يحتاج الى حسن الخلق لذا الامام يقول وفيه حسن الخلق الامام الكاظم فيه حسن الخلق وحسن الجواب احيانا الانسان يعرف المساله ويعرف حكمها وايضا باخلاق حسنه يتعامل مع الآخر لكن كيف تبين له الكلام بحيث أنه يقتنع بهذا الكلام بحيث أن يفهم هذا الكلام هذا يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى بلاغة فيقول الإمام الصادق عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وفي حسن الخلق وحسن الجواب عندما يجاوب يختار الكيفية المناسبة، لأنه أحيانا معنى واحد يمكن بيانه بطريقة إيجابية، يمكن بيانه بطريقة سلبية، يقال إن أحد الملوك رأى في الرؤيا أن أسنانه تساقطت، فسأل معبر عنده: "شنو تعبير هذه الرؤيا؟" قال له أنه كل أقربائك سيموتون في حياتك هنا الملك غضب وأمر بجلده جاب معبر ثاني سأل عن تعبير الرؤيا المعبر الثاني قال له أنه أنت حياتك طويلة وأطول من حياة جميع أقربائك فهنا الملك سر وأمر له بجائزة سروراً، والمعنى واحد إذا أنت حياتك أطول من حياة أقربائك معنى ذلك أنهم سيموتون في حياتك، هذا هو المعنى، لكن هذا المعنى الواحد قد يبين بطريقة سلبية، قد يبين بطريقة إيجابية، حتى بالنسبة للأحكام الشرعية تارة طريقة البيان تنفر الإنسان وتارة طريقة البيان تسبب أنه الطرف يلتزم بالحكم تقول شهر رمضان ما عندي خلق أصوم وأجوع وأعطش وكذا تقول لأنه إن الله سبحانه وتعالى سيعوضك عن جوعك وعن عطشك بأضعاف مضاعفة ومرة تقول أنه هذا حكم رب العالمين وغصبا ما عليك لازم تطبقه هو كل الكلامين صحيح لكن الكلام الثاني ينفر أحيانا الكلام الأول يزين لذا من صفات المؤمن أنه يزين الدين للناس يحبب الدين للناس مو أنه يقبح الدين في منظر الناس حتى ينفرون منا لذا يقول وفيه حسن الخلق وحسن الجواب زين هاي الصفات أنه قد علم الحكمة والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس وما اختلفوا فيه من أمر دينهم ودنياهم وفيه حسن الخلق وحسن الجواب هذه سببها لماذا علمه الله هذه الأمور لانه جعله الوصي جعله الواسطه بينه وبين الناس والذي يكون معينا من قبل الله للنبوه او للامامه هذا لازم يكون افضل الناس في كل شيء في علمه في تقواه في ورعه في اخلاقه في خلقه في خلقه لذا الإمام الصادق يقول حول الإمام الكاظم وهو باب من أبواب الله عز وجل. زين هذا يزيد ابن سليط يقول للإمام الكاظم أنه في هذا المكان في طريق مكة والمدينة التقينا بالإمام الصادق والإمام الصادق قال عنك هذا الأمر أنه أنت الوصي من بعده الإمام من بعده وتتمت الكلام ما يرتبط به النص على الإمام الرضا وأن الإمام الكاظم هو والد الإمام الرضا من هنا يبدأ الكلام حول الإمام الرضا وبعد ذلك ننتقل إلى في هذا الحديث إلى النص على الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وهذا ما سنذكره في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين